بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ربنا يسر لنا الأمور واجعلنا نعظمك حق التعظيم يا عظيم يا كريم. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأخضر. تنزيلا ممن خلق الأرض، أي هذا القرآن. تنزيلا، قال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. هو ذا جاء مذكر للي عندهم أهلية باش يكونوا من الذين يخشون ربهم، من الأتقياء، parmi les vrais pieux et les vrais dévots. إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. شوف السماوات العلى، احنا عندنا في علم الفلك لا تجم تعرف العالي من السافل أبدا. الأعلى هو الرب، والأعلى في الخلق لا يعلمه إلا الرب، والأسفل في الخلق لا يعلمه إلا العالي سبحانه وتعالى. نعود إن شاء الله تعالى.